عمر تركض وراء أحلامها في صحراء وادي رام. الصحراء هي مكان غير مؤهل لأي حدا يعيش فيه. شاركت مع عمر متابعيها 9,700,000 على إنستغرام صورها اللي تصدرت غلاف مجلة سول أرابيا لشهر سبتمبر. والفوتوشوت كانت من تنفيذ المصور محمد سيف، والتصوير كان بصحراء وادي رام بالأردن، الشيء اللي عطى هالجلسة كونتراست مود. هي صحراء لهيك رح نشوف مي عم تركض بمكان فاضي، وزي ما بنعرف انه الصحراء هي مكان غير مؤهل لأي حدا يعيش فيه، لهيك عم نشوف شخص عم بمشي عم يركض وراء أحلامه ليحققها، عم بصنع بيس وقاعدة جماهيرية بالرغم من كتير من الصعوبات اللي بتواجه أي شخص بهذا المجال. وشفنا ميبي 7 إطلالات مختلفة مزجت فيهم بين الأليجنسي والسمبليسيتي بقصات وألوان مختلفة اتنوعت بين الأورنج، بلاك، أبيض، بلو والجولد. بعدنا عن ألوان الترابية عشان نكسر حدية لون تراب، تعاوننا مع أهم فاشن ديزاينرز موجودين بالعالم زي زهير مراد، رامي قاضي وغيرهم، بلس كان في لأحد البراندز زي فندي. وتميزت الإطلالة الأولى بأورنج دريس مشكوك مع فيذر تاتش من تصميم زهير مراد اللي اختار الريش أيضاً لإطلالاتها الثانية بفستان أبيض قصير. والفذر كان خيار رامي قاضي أيضاً لإطلالاتها الثالثة بفستان تركوازي مشكوك عند الصدر. والأكمام المنفوخة كانت خيار الستايلست جوني متى لإطلالتين الرابعة والخامسة، فشفنا بيبي ترافل دريس أزرق طويل. نرجع ونشوفها بلون بلاك دريس مع فينك من تصميم ساندي نور. وببلاك دريس مع جولد باترن طلت ميبي سادس لوك. وبسمارت كاجوال دريس باللون الأبيض من فندي كانت الإطلالة السابعة اللي كملتها بهات وكمفي وايت شوز. أما الميك اب فاعتمدت النيوت كولر، وللشعر اختارت الترايبل لوك. والجولري كانت الماجيك تاتش ليكمل اللوك، فاختارت مجموعة من الدايموندز اتنوعت بين النكلس، البريسلتس والرينجز.